انا موافقة على الفيديو ده يتسجل. حياتك كان عاملة ايه لما انتي كنتي صغيرة في مصر؟ كنت عايشة مع ماما وبابا، وكان عندي 4 اخوات، 3 صبيان وانظر واحدة بنت، وكنا قاعدين في بيت جميل، وكنا بنلعب مع بعض، وكنا بنحب ولما نيجي ناكل نقعد ناكل مع بعض، وكنت بحب اتفرج على التلفزيون، كنت بحب البرامج بتاع التلفزيون قوي، والافلام، أفلام إيه؟ افلام العربي، يعني اسمهم إيه؟ كنت بحب افلام لاسماعيل ياسين، وافلام الكوميدية، كنت بحب الحاجات الكوميدية، كنت بحب المسرحيات. وبعدين لما كبرت شوية رحت المدرسة، كنت مبسوطة في المدرسة، وكان عندي أصحاب حلوين قوي، كنت بحب أصحابي قوي 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 قوي، وكنت بلعب رياضة في المدرسة، كنت بلعب باسكت بول، وكنت بلعب رياضة الجري. وبعد كده بعد ما خلصت ابتدائي رحت إعدادي، وفترة إعدادي كانت بالنسبة لي حلوة جداً، كان عندي اصحاب بنات بحبهم قوي ولسه هم اصحابي لحد دلوقتي. ايه مختلف الحياة في مصر وفي امريكا؟ باختلاف كبير قوي، مفيش مقارنة، ما في يعني اختلاف كبير، مفيش يعني هنا حاجة ومصر حاجة تانية خالص، زي ايه في ايه؟ في كل حاجة، الجو، طريقة الحياة، المعاملة مع الصحاب، كنا بسطة جدا مع بعض، كنا بنشتري حاجات قليلة قوي قوي قوي، كنا ما بنشتريش لعب، كان ممكن يكون عندي لعبة واحدة بس، وصحابي كلهم نفس الحكاية. ليه؟ كده هي الحياة في مصر كده، إنما هنا حياة تانية خالص، ايه مختلفة؟ كل حاجة، زي ايه؟ المعاملة في المدارس غير هنا، بيعملوا ايه في المدرسة؟ مدارس هناك المدرسين بيبقوا فيري تاف، بيبقوا سترونج، مذاكرة كتيرة قوي عن هنا، مفيش أجازات، مفيش حاجة اسمها في الأجازة نخرج نتفسح، لأ الأجازة نقعد في البيت، حياة مختلفة. طب أحسن ولا أحسن هنا في أمريكا ولا في مصر؟ لا في أمريكا، ليه؟ هنا في رفاهية، هنا في رفاهية، في فسح، في حاجات حلوة، في شوبينج، في مصر ما فيش الكلام ده. طب مصر دلوقتي يختلف من زمان إزاي؟ ما أعرفش، أنا سايبة مصر بقالي 20 سنة، فما أعرفش الحياة عاملة إيه دلوقتي، طب تفتكري هيبقى زي كده ايه؟ مش عارفة. دلوقتي بقت زحمة، ناس كتير أكتر، بقى التعليم أصعب من لما أنا كنت في مصر، حاجات بقت غالية، big different، الحياة دلوقتي تختلف. كان مين الممثل في مصر وانتي كنت صغيرة؟ إسماعيل ياسين كنت بحبه أوي، وعادل إمام، وسمير غانم. طب الأفلام انتي عاجباكي الأفلام بتاع أمريكا ولا بتاع لا مصر؟ ما بتعجبنيش أفلام أمريكا ليه؟ علشان كلها عنف، ما بحبش العنف، أنا بحب الكوميديا، أحب السيمبل، أو أحب الأفلام العاطفية. والمصريين كلهم زي كده؟ لا مش كل المصريين كده، المصريين بيحبوا ايه طيب؟ بيحبوا الأفلام الأمريكاني، إنما أنا ما بحبهاش. طب ايه احسن حاجة في مصر من هنا من امريكا؟ الصحاب مخلصين لبعض، بيحبوا بعض. طب الجواز؟ الجواز، ما أنا متجوزة مصري، هيها هو الجواز ده بيبقى لك، يعني في ناس حظها حلو في الجواز، في ناس حظها وحش في الجواز، الجواز في أي حتة حلو أو وحش،
في اي حتة في العالم. ماشي، شكرا. عفوا.